السيد حسن نصر الله. أهلا وسهلا. Las posiciones lanzadas por el secretario general de Hezbollah, Said Hassan Nasrallah, en su entrevista con el canal de Al Mayadeen y los mensajes que se han incluido tuvieron un gran efecto en la agenda israelí en sus diferentes niveles. نصرالله قال إن العملية ونتنياهو خدماه. كيف؟ لأنه الآن في كل مرة يسمع فيها صوت مطرقة في الشمال سيكون هناك خوف في أوساط الإسرائيليين، وهذا بدأ في حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لداعمي نصرالله الذين وقفوا مع مطارق وهم يشاهدون خطابه ويقولون ها نحن مع المطارق من أجل إخافة إسرائيل. إذا قمنا بقياس مستوى نسبة المشاهدة لرأينا أنهم في إسرائيل شاهدوا نصر الله أكثر مما شاهدوه في العالم العربي. La entrevista con el canal de Al Mayadeen ha llamado fuertemente la atención de los israelíes, ya que Sayed Nasrallah presentó una profunda comprensión de la realidad israelí. بعد أسابيع طويلة من الصمت الذي أثار أسئلة، نصر الله كسر الصمت وبرغم العملية ضد الأنفاق استمر في التهديد باحتلال الجليل وظهر أنه مطلع جدا على المجريات السياسية في إسرائيل. في إسرائيل استمروا في تحليل ما قيل وما لم يقل في المقابلة الطويلة التي منحها حسن نصر الله لقناة الميادين. هو كعادته أظهر معرفة بما يجري في إسرائيل وبالانتخابات فيها. La clasificación de medios israelíes del canal Al Mayadeen dentro de las instituciones que apoyan la resistencia no impidió el reconocimiento de la seriedad del diálogo y las preguntas con Sayed Nasrallah. بالإجمال كان هناك أسئلة مهمة حقا، ومن أجرى المقابلة كان غسان بن جدو الذي قابل نصرالله 19 مرة، لذلك كل شيء كان ناضجا، وهو ليس من النوع الذي يومئ برأسه بالموافقة، بل كانت لديه أسئلة إشكالية. Después de romper el silencio, parece que la larga preocupación de los israelíes por las razones del silencio de Sayed Nasrallah es como una gota en el mar de su preocupación por las posiciones que ha lanzado y los mensajes que les envió.